اعلام القدير وسام حمام طبعا تكريم مميز النهارده، مش تكريم الاول ليك السنه دي، فانا عايز اعرف سيره تميز اسامه كمال عرض بين الاعلاميين. اولا ربنا سبحانه وتعالى ده رزق، وان الناس تبقى بتختار ده وحب الناس ده رزق، فبحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الرزق الواسع. مصداقيه العالمين في الزمن ده صعب طبعا، يعني المصداقيه بتتبني في سنين وبتتهد في ثواني، فلما ياخدش باله ممكن في لحظه من غير ما يبقى يعني ملتفت للمواضيع يلاقي ان مصداقيته راحت. تقييمك للاعلام ظهور عالميين سنة الحياة، يعني كل واحد فينا ليه فترته. أنا مش شايف إن أنا هفضل قاعد العمر كله، ولا شايف إن الناس كده، لكن في النهاية خالص الجمهور هو اللي بيجبر أي قناة إنها تحافظ على وجود إعلامي، أو إنها تقول للقناة دي كفاية على الإعلامي ده. هيجي من الناس زي ما هي، هي نفس الفكرة من وقت ما كنت في التلفزيون المصري في القاهرة والناس في دي إم سي، كل حاجة هتبقى من خلال الجمهور والمشاهد. شكرا لحضرتك.